ورد بلاغ في الثالثة صباحا عن تصادم شاحنتين على شارع الشيخ محمد بن زايد. رجال الإنقاذ متواجدين ويحاولون فصل الشاحنتين وإخراج سائق السيارة الصادمة. حادثة مأساوية جديدة راح ضحيتها سائق الشاحنة، وواضح أن الاصطدام كان على سرعة عالية، والدليل أن مقدمة الشاحنة اختفت تقريبا، ومرجح أن النوم غلب للحظات وكانت النهاية. ومن شدة الاصطدام أصيب سائق الشاحنة الأمامية إصابة بالغة في ظهره. رجال الإنقاذ جهودهم مستمرة وآلياتهم حاضرة، ويحاولون بشتى الطرق استخدام كل الإمكانيات والتجهيزات المتوفرة لفصل الشاحنتين، ورجال الدورية يحاولون أن يحافظون على انسيابية الطريق. في الأثناء كان في سيارة تسير بشكل غير طبيعي وغير منضبط. رجال الشرطة في الدورية اشتبهوا في هذه السيارة وأسلوب قيادتها الغير طبيعي، وكان من الضروري استيقاف السيارة والتأكد من هوية ركابها وحالتهم. السيارة كان فيها 4 ركاب من الجنسية الإفريقية، وطلب منهم رجل الشرطة التحرك باتجاه منطقة آمنة للتوقف والتحقق. وقع الاختيار على محطة بنزين قريبة، وهناك بدت إجراءات الاستيقاف. السائق اعترف بأن تحت تأثير المشروبات الكحولية، وهذا يفسر قيادته للسيارة بأسلوب مثير للشك. تم التحفظ على السائق ونقله إلى المركز. الشخص هذا اللي كان يسوق بصورة مش طبيعية، يعني تحس انه في انحراف في سيارته. فعند استيقافه بالسؤال وباعتراف الشخص نفسه تبين انه متناول المشروبات الكحولية. على اثر هذا احنا بنقوم باستيقاف الشخص ونقله الى المركز بتهمة قيادة مركبة تحت تأثير مشروبات الكحولية. طبعا اول ما وصلنا مكان حادث كان اصطدام بريق بين الشاحنتين هاي، وكان يعني الراس تذكر مال مجاري تكرم ناصب في الكونتينر نهائيا، يعني ما في مجال نهائيا. يعني كان حادث بليغ جدا، الحادث مثل ما تشوفه بليغ جدا، بس احنا حاولنا اول بالحركه الاولى ان نحاول نسوي فجه، نسحب نبطل الشاحنتين مع بعض، يعني نسوي فجه حق رجال الفرقه الانقاذ عشان تبدا الفرقه بقص وعمليه القص وقص الحديد عن المحشور واخراجه من الداخل. عندنا المعدات الهيدروليك، معدات للمترو، معدات اللوكس. المعدات هاي تشتغل على البترول والآيل، وتدفع عليها الهيدروليك يدفع ويشغل المعدة هاي.
الاسمك الموجوده المعدات تكون القص مناحه المقص الهيدروليك والنفتح مناحه الجيك والمفك الجيك والمفتح يعني يعطينا مجال في الفتح. اما المقص يعطينا مجال ان نقص الحديد عشان نفتح زياده يعطينا فتح زياده عشان يرخي العمود يضعف الاعمده الموجوده في اعمده نحن نسميها عمود الف وعمود باء. نحن نقص عمود الف وعمود باء عشان نخلي الطبلون عند الباب يكون ضعيف جدا. فبنحط المفك ونحط الجيك على شغل الهيدروليك يعطينا فتح على يسمونه المكان الشخص المحشور. فالمعدات كلها كانت تشتغل على الهيدروليك. وضعية الحادث دارت اللي هي موقع الحادث ما شكل صعوبة من قوة الصادم الصادم والشحن اللي هذا هو القوة اللي يتكور عن الشاحنة تكورت عن اللاعبين فما خلقت نوع من الصعوبة صعب الفصل. ليش؟ بسبب التراكم الآلات وردنا بلاغ من غرفة العمليات بخصوص في حادث بين سيارة بين شاحنتين عريق وشخص محشور داخل الشاحنة وانتقلنا نفس المكان شاهدنا الحادث وحضرت الأنقاذ طلعوا الشخص والشخص قد فارق الحياة بس استمر انقاذ الشخص تقريبا 3 ساعات مفروض بتكون السيارة الكونتينر اللي فيه الماي تقريبا مسرعة وعدم ترك مسافة ما ادى الى حادث المريض وتم مسافة المريض. ورد بلاغ آخر عن انحراف سيارة في الطريق العام تصطدم بمحول كهرباء. في البداية كان هناك تخوف من أن يكون هناك اتصال بالتيار الكهربائي، لذلك انتظرت الدورية وصول سيارة الإنقاذ للتأكد من عدم وجود خطورة في تحريك السيارة. أربعة واحد اثنين صحيح شاهد حادث على شارع الوسط اتجاه إلى الدياره. بكون نازل من تقريبا حادث متوسط. سائق المركبة طبعا ما التزم بخط السير فحرف على الرصيف من ثم دعم دعم صندوق الكهرباء. وصل رجال الإنقاذ وبعد التأكد من عدم وجود خطر جراء الاصطدام تم سحب السيارة واختار هيئة دبي للكهرباء والمياه للتعامل مع المحول الكهربائي. نرجو لكم السلامة. إلى اللقاء.